أهلا بكم. محمد الغيثي يفصح عن جهله أمام الناس، وضاحي خلفان يقول إن الإمارات شاركت في الفتوحات الإسلامية. تكبير، اللهم إني أسألك العون والتوفيق وسعة الصدر. إلى العناوين. بناء على توجيهات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي حفظه الله ورعاه. خريج العلوم السياسية لا يفهم شيئا في العلوم السياسية. محمد الغيثي يفصح عن جهله وقلة خبرته أمام الناس. قائد المنطقة العسكرية الثانية يقول إنه حصل على دعوة رسمية لزيارة الإمارات. كيف؟ لماذا؟ وعلى أي أساس؟ اليمنيين في الجنوب كان لهم مشاركة معنا في الفتوحات الإسلامية، لكن الشمال كان قلة. ضاحي خلفان يقول إن الإمارات شاركت في الفتوحات الإسلامية. أغنية يا سلام يا سلام على ساحل عمان. أهلا بكم. كان الشاب محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة، المولود عام 1989، كان مستورا بستر الله، لكنه أبى إلا أن يفصح عن جهله في العلن، أبى إلا أن يقول للناس انظروا إليه، أنا شاب خفيف العقل عديم الخبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل أو هذا الشاب بالأحرى غرد قبل يومين وقال كلاما ليس فيه شيء من المنطق. هذا ليس هجوما، هذا ليس هجوما على الإطلاق، هذه حقيقة. كان كلام الرجل في منتهى العبثية، وسنتوقف على بركة الله عندما قاله جملة جملة. الغيثي يقول هذا جزء من التغريدة، إشارة بعض سفراء الدول الراعية العملية السياسية إلى دعم الوحدة اليمنية لا يخدم تماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي أبدا، فهذا المجلس بني على أساس شراكة، وهذه شراكة لم تحدد مشروع سياسي أو نظام سياسي متفق عليه كحل نهائي. يقول الرجل إشارة بعض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية إلى دعم الوحدة اليمنية لا يخدم تماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي. هذا كلام غبي، قولا واحدا هذا كلام غبي. دعم الوحدة يقول لا يخدم تماسك المجلس الرئاسي، يعني علينا أن ندعم الانفصال حتى يتماسك المجلس الرئاسي. إذا سمح العالم لعيدروس مثلا بتأسيس دولة في الجنوب، كيف سيتماسك المجلس الرئاسي غيثي؟ هكذا سينتهي المجلس تماما أيها الذكية. يقول أيضا المجلس الرئاسي بني على شراكة، وهذه الشراكة لم تحدد نظاما سياسيا متفقا عليه كحل نهائي. الغيثي يتصور أن تشكيل المجلس الرئاسي أنهى الجمهورية اليمنية، يتصور أن هادي سلم المجلس الرئاسي قطعة أرض وقال لهم اقتسموها وليختر كل منكم النظام السياسي الذي يرتضيه لنفسه. هكذا يتصور الغيثي. لا لا أيها الذكي، ليس الأمر بهذا الشكل. لدينا دولة اسمها اليمن، نظامها جمهوري وتمتد من صعدة إلى المهرة. انظر يا رجل إلى جواز السفر الذي تحمله في جيبك وستعرف طبيعة النظام السياسي الذي تعمل في إطاره. انظر إلى جواز سفرك واكفني عن الشرح. يواصل الرجل ويقول تكرر هذا الموقف منافي تماما لالتزامات الفاعلين الدوليين تجاه مجلس القيادة والشرعية، ويعد تقويض حقيقي لهذه الشراكة. فلا يمكن أن تلغي هذه الشراكة تطلعات القضايا المشروعة وفي طليعتها قضية شعب الجنوب. استمرار هذا التخبط، هذا الغيثي يقول، لن يضعف أو يلغي تطلعات أحد، بل سيضعف الشراكة أو يلغيها فقط. يقول الرجل تكرار دعم الوحدة اليمنية ينافي التزامات الفاعلين الدوليين تجاه مجلس القيادة والشرعية وتقويض للشراكة. مرة أخرى، هذا كلام غبي. كيف ينافي دعم الوحدة التزامات الفاعلين الدوليين؟ من التزم لك بتحقيق الانفصال من وراء ظهورنا حتى تقول هذا الكلام؟ منذ 2011 كل المبادرات، القرارات، الاتفاقات الإقليمية والدولية تؤكد على دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه. منذ 2011، منذ أن كنت يا غيثي طالبا في الثانوية العامة، والعالم يؤكد على وحدة اليمن، واليوم تقول لي دعم الوحدة ينافي التزامات الفاعلين الدوليين. أي التزامات هذه؟ لا، يهدد أيضا، يهدد هذا الشاب ويقول الاستمرار في هذا النهج سيضعف الشراكة أو يلغيها. الشاب الغيثي يهدد بالانسحاب من الشراكة في الرئاسي. يا رجل يخرب بيت الشراكة التي شرعنت وجودكم، انسحبوا يا أخي، انسحبوا ودمروا هذه الشراكة، وليعد هذه ليطاردكم كمتمردين. سام الغبار يقول
يقول التهديد العلني من رئيس هيئة التشاور يفترض فيه العقلانية والحرص على القيم الوطنية بفض ما اسمه الشراكة سيعيد عبد الرب منصور هادي رئيسا للبلاد. لا يظن أحد يقول أن تمزيق مجلس القيادة سيودي بشرعية إلى الفناء، بل سيلغي تفويض الرئاسي هادي سيلغي تفويض الرئيس هادي لهم، وبهذا تكون براقش قد جنت على نفسها. يواصل: لم تنتهي تغريدة الغيثي، لا يوجد سطر واحد منطقي في هذه التغريدة. هذا الرجل رئيس هيئة التشاور والمصالحة يقول: لو كنا متفقين على الوحدة أو أي مشروع آخر ما كان لدينا اتفاق الرياض وحكومة المناصفة وإعلان نقل السلطة. والله هذا غباء المتقدم. مجلس القيادة يقول وهيئة التشاور واللجنة العسكرية وغيرها: هذه مسائل تحسمها طاولة التفاوض وعملية السلام، لذا فإن استمرار محاولة القفز على الواقع والحقائق مضيعة للوقت. يقول الغيثي: لو كنا متفقين على الوحدة ما كان لدينا اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. هنا وصل كلام الرجل ذروة الغباء. اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة يؤكدان أصلا على وحدة اليمن ويهدفان إلى رص الصفوف لمواجهة الانقلابيين. هذه المسألة لا تحتاج إلى شرح. ثم يختم ويقول: القفز على الواقع والحقائق مضيعة للوقت. أي حقائق هذه؟ لا نعرف. مضيعة الوقت يا غيثي بالقفز على الثوابت. اعرفوا حجمكم، تعاملوا بأدب مع الجمهورية اليمنية التي صنعت منكم شيئا ذا قيمة. المشكلة أن الغيثي يقول ماذا يقول؟ يقول إنه درس العلوم السياسية. أين هذه العلوم السياسية؟ العلم عند الله. لو كان يفهم في السياسة لما عمل مع الانفصاليين وهو يرأس هيئة يمنية تقود المصالحة. اسمع اسمع إعلان نقل السلطة. وبصفتي رئيس الجمهورية اليمنية ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وتأكيدا على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه واستشعارا للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في هذه الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه ومواجهة الأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمن جديد وتحقيقا لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء وتضميدا للجراح وتجسيدا لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. أيضا عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة نائب محمد الغيثي يعلمه شيئا مما علمه الله ويقول في تغريدة: الوحدة اليمنية تحققت في 22 من مايو من عام 1990 بالإرادة الحرة لليمنيين في الشمال والجنوب. استمرار الوحدة رهن بإرادة اليمنيين في الشمال والجنوب، وإذا كان لا أحد يستطيع فرض استمرار الوحدة بالقوة فإنه أيضا لا أحد يستطيع فرض الانفصال بالقوة. هذه بديهيات يا محمد الغيثي، بديهيات. وسيقرر اليمنيون مستقبلهم وخيارهم بالإرادة الحرة في الجنوب والشمال بعد إنهاء الانقلاب الحوثي الذي استولى على الدولة ومزق الوحدة الوطنية عدو والجميع والخطر الذي يهدد الجميع. تعلم يا محمد الغيثي. هذا أيضا البرلماني علي عشال يعلمك شيئا مما علمه الله ويقول يقول خلل كبير أن يغرد رئيس هيئة مهمة معنية بلم الشمل وتوحيد الصف بكلام يضعف عمل الهيئة ويدل على عدم إدراك لمرجعيات المرحلة. كل المرجعيات التي بنيت عليها الاتفاقيات الأخيرة أو الاتفاقات كلهما صحيح تؤكد على وحدة اليمن. اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة جاء من أجل استعادة الدولة الجمهورية اليمنية كهدف للجميع. طيب، نسي أنصار الانتقالية المقيمون في السعودية أنفسهم وذهبوا يحشدون الناس للقاء فرج البحسني داخل قاعة بالرياض. أقاموا فعالية يدعون فيها إلى الانفصال من قلب السعودية. تحرك الانفصاليين بهذه البجاحة في دولة رعت كل الاتفاقيات التي تؤكد وحدة اليمن وسلامة أراضيه فيه شيء من قلة الذوق، أمر في منتهى قلة الذوق. المهم، البحسني التقى الناس وروج لمشروع الانفصال ثم مضى في حال سبيله. بعد أيام سمعنا أنه غادر الرياض. قال البعض إنه غادرها مطرودا، وقال آخرون إنه غادر للعلاج. لم نحصل على معلومة دقيقة بهذا الشأن. الدقيق أن الرياض وبخت منظمي اللقاء وحققت معهم، وهذا أمر طبيعي
أمر جدا طبيعي، الجماعة تجرأوا أكثر من اللازم وذهبوا يروجون للانفصال من داخل السعودية. تصرف أنصار الانتقال كما لو كانوا في قرية عيدروس وليس في بلاد الناس. هذا الكلام أكده الانتقالي بنفسه في هذه المذكرة التي تسربت ثم نفاها فيما بعد طبعا من رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت إلى عيدروس الزبيدي وفرج سالمين البحسني. يقول: تلقينا بلاغات من أسر بعض الإخوة المناضلين الجنوبيين حول استدعاء المذكورين من قبل السلطات السعودية على إثر تنظيم لقاء عام بكم مع أبناء وجهاء حضرموت في 24 من مايو وتاريخ اللقاء بالبحسني والتحقيق معهم وسحب إقامات بعضهم وتهديدهم بالتسفير من المملكة. في هذه المذكرة الكثير من الأمور المضحكة، الكثير. يقول رئيس انتقالي حضرموت لعيدروس والبحسني ماذا يقول لهم؟ يقول: نرجو التدخل السريع لدى المملكة وإيصال استياء الشعب الجنوبي من هذا التصرف. يقصدون توبيخ الرياض لمنظمي فعالية الانتقالي في الرياض. يقولون: أوصل استياءنا من هذا التصرف الذي لا يخدم بناء الثقة بين الشعبين الشقيقين والقيادتين في البلدين. والله خفاف عقول يتعاملون مع الآخرين على أساس أنهم قد أصبحوا دولة وانتهى الأمر. المذكرة أيضا تطلب من عيدروس والبحسني أن يذهب إلى القيادات السعودية ويطلب منهم عدم التعرض لأنصار الانتقال والسماح بتنظيم الفعاليات الانفصالية. خفاف عقول، قولا واحدا خفاف عقول. والله نخشى أن يذهب عيدروس بصفته رئيسا للمجلس الانتقالي الانفصالي فيحقق معه هو الآخر. الانتقالي طبعا خرج ينفي صحة المذكرة ويقول إنها مزيفة وصادرة عن المطابخ الشيطانية، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يحاول الانتقالي لملمة الموضوع لا أكثر ولا أقل. يقول في هذا النف: في الهيئة نؤكد أن ذلك الخطاب مزور تزويرا واضحا فقد خلا من ختم البريد الصادر. يا أخي يمكن أن تكون المذكرة قد صورت قبل البريد الصادر، قبل الختم، وأن الإخوة الواردة أسماؤهم في ذلك الخطاب يعيشون ويتنقلون في أرض المملكة بكامل الحرية. طيب لم يقل أحد أصلا أنهم تعرضوا لاعتقال، هم تعرضوا لاستدعاء ثم حققوا معهم وانتهى الأمر. يقول المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية إن فائز التميمي قائد المنطقة حصل على دعوة رسمية لزيارة الإمارات. قائد منطقة عسكرية يحصل على دعوة رسمية لزيارة دولة أجنبية. ما نعرفه ويعرفه العالم أن الدعوة الرسمية يمكن أن تصل عبر الطرق الرسمية إلى وزير الدفاع، وهذا الأخير عليه أن يحصل على إذن السفر من رئيس الوزراء. أما حكاية أن تصل دعوة رسمية لقائد عسكري صغير فهذه جديدة علينا وعلى العالم، وأن يشكر هذا القائد الصغير دولة أجنبية على دعمها له فهذا ضرب من الجنون. هذا هو المركز الإعلامي للمنطقة الثانية. يقول: تلقى فائز التميمي دعوة رسمية لزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي. لماذا؟ لبحث الملفات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية. يبحث ملفات المنطقة العسكرية، أسرار عسكرية مع أبوظبي. ما شأن أبوظبي بالمنطقة العسكرية الثانية؟ لا نعلم. تأتي الدعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مع قيادة دولة الإمارات والتي سيناقش خلالها. ماذا ستناقش يا تميمي؟ قال: عددا من الملفات مع المسؤولين الإماراتيين تتعلق بالمنطقة العسكرية الثانية والأوضاع في نطاق انتشارها. هذه الأمور يا تميمي تناقش مع الجانب اليمني، ما شأن الإماراتيين بهذه المسألة؟ وقاحة. هذا هو التفسير الوحيد. طبعا لا توجد عمليا دعوة رسمية ولا هم يحزنون، هناك استدعاء للرجل. الإمارات تستدعي أحد أدواتها في حضرموت. لماذا تستدعي؟ يقول الخبر، ماذا يقول الخبر؟ لمناقشة الملفات المتعلقة بالمنطقة العسكرية الثانية. هذا الكلام مكتوب في صفحة المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية. يقولون بدون خجل إن فائز التميمي سيناقش قضايا المنطقة العسكرية الثانية في أبوظبي. نحن يا رعاك الله أمام وقاحتين، وقاحة أبوظبي التي تستخف بالسيادة اليمنية ووقاحة فائز التميمي الذي سيذهب مسرورا لإطلاع دولة أجنبية على أمور يفترض أنها من الأسرار العسكرية. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الانحدار. يقول البعض إن حركة أبوظبي هذه هدفها الرد على تحركات الرياض الأخيرة، دعمها للمنطقة العسكرية الأولى واستضافتها لمن؟ لمناهضي الانتقالي. تقول المنطقة الثانية: عبر قائد المنطقة التميمي عن تقديره للدور الذي تقوم به الإمارات من خلال دعمها للمنظومة العسكرية في ساحل حضرموت ودورها البارز في عملية تحرير ساحل حضرموت. كأن ساحل حضرموت هذا يتبع الإمارات. قليل من الحياة يا فائز التميمي.
ضاحي خلفان يقول إنه يفضل تقسيم اليمن إلى جنوب وشمال ولا يفضل أن يظل اليمنيون مجتمعين في بلد واحد. والله يا ضاحي إن كان هذا آخر كلام لديك فما باليد حيلة، سننزل عند رغبتك وسنقسم البلاد إلى جنوب وشمال، أمرنا لله. يا أخي احترم نفسك، يا أخي تأدب ولا تحشر أنفك فيما لا يعنيك. هذا الرجل انعكاس واضح لسلوك دولته المارق في المنطقة، لا يهدأ بال لهؤلاء الناس إن تركوا بلدا دون أن يحاولوا العبث بأوضاعه الداخلية. ضاحي يقول إنه يريد ماذا؟ لليمن أن ينقسم، وإنه يفضل العمل حد تعبيره مع الجنوبيين. لماذا يا ضاحي تفضل العمل مع الجنوبيين؟ يقول لا يمكن أن نضمن الشمال، أما الجنوب فقد شارك معنا في الفتوحات الإسلامية. مع من شاركوا في الفتوحات الإسلامية يا ضاحي؟ اليمنيون وليس الجنوبيون لم يشاركوا في الفتوحات الإسلامية فحسب، بل قادوها إلى أقاصي الشرق والغرب. اليمنيون يا ضاحي كانوا أغلبية في الجيوش الإسلامية، أما نظامكم الحديث فالمعركة الوحيدة التي تورط فيها هي عاصفة الحزم، وكانت النتيجة أن غدر بالسعودية في منتصف الطريق وذهب للتفاهم سرا مع الحوثيين. فكل في شانه، لكن أنا لست مع يعني القول بضم الدولتين، لأن ضم الدولتين معناته أن خسرنا الدولتين، وأن من يستولي على الجنوب من الشمال بيستخدم الجنوب ضدك لا قدر الله. من هنا وضع الجنوب، لأن الجنوب حقيقة تاريخيا لما تشوف حتى في الفتوحات الإسلامية كان للجنوب لليمنيين في الجنوب كان لهم مشاركة معنا في الفتوحات الإسلامية، لكن الشمال كان قلة فيهم. الحوثيون يحتفلون هذه الأيام بعودة من قالوا إنه مدير مكتب علي محسن الأحمر إلى صنعاء. هذا الكلام نشره محمد البخيتي على صفحته ولم يصدقه أحد سوى أنصار الانتقالي وناشطيه. لم يجتمع الانفصاليون والإماميون على كراهية رجل كما اجتمعوا على كراهية علي محسن الأحمر، وإنه لشرف لو تعلمون عظيم. أن يعاديك أصحاب المشاريع الطائفية والمناطقية فهذا يعني أنك تسير على الطريق الصحيح. المهم، الحوثيون نشروا خبر عودة عبد الحميد النهاري باعتباره مديرا لمكتب علي محسن الانتقالي. ما الذي فعله؟ صدقوا الخبر، يريد الحوثيون تسجيل نصر على الرجل وإن بالكذب، ويريد الانتقالي أن يثبت ادعاءاته الغبية بتعاون الرجل مع الحوثيين وإن بتصديق الكلام المختلق. وهكذا سينفقون أعمارهم في محاولة النيل من الرجل، وسيظل كبيرا رغم كل شيء. يا أخي والله سبحان من أعطى الرجل هذه الهيبة، يقلق سكينة أصحاب المشاريع الصغيرة حتى بعد أن غادر السلطة. على كل حال، هذا الرجل عبد الحميد النهاري ليس مدير مكتب علي محسن الأحمر، ولم يكن مدير مكتب علي محسن الأحمر، وهذا توضيح من مكتب الفريق علي محسن، ويقول لم يسبق له العمل مع الجنرال علي محسن في أي مرحلة من المراحل السابقة، معتبرا ترويج الحوثيين وغيرهم لهذه الدعاية يكشف حجم الوجع من الفريق محسن ومحاولة النيل منه حتى بعد أن غادر المنصب. من هو عبد الحميد النهاري؟ لا علاقة للرجل كما قلنا بمكتب علي محسن الأحمر، ولا هم يحزنون. وهذه إليك يا عزيزي بعض المعلومات عن النهاري هذا. 1- قبل الانقلاب الحوثي كان الرجل قائد كتيبة في الحديدة، ولم يتولى بعد ذلك أي منصب في مكتب وزارة الدفاع. 2- بعد دخول الحوثيين صنعاء وخوفا على أملاكه وعقارته، سافر عبد الحميد النهاري هذا إلى صعدة وأعلن ولاءه لعبد الملك الحوثي. 3- لم تسلم أملاكه وأراضيه رغم محاولاته، فغادر إلى مأرب وتواصل مع قادة الجيش بحثا عن مكان ماذا جديد. 4- رفض الجيش استيعاب عبد الحميد النهاري هذا بسبب علاقته بالحوثيين. 5- ظل يتواصل مع الحوثيين لإعادة شيء من ممتلكاته، ويبدو هكذا قال البعض أنه حصل على بصيص أمل فعاد. انتهينا. هذا هو عبد الحميد النهاري باختصار وبدون كثر كلام.
استمر النهاري وفقا للمصدر في بعث الوسطاء لمحاولة إقناع الحوثيين بتسليم البيوت والأراضي التي نهبوها مؤخرا. تلقى إشارة إيجابية أن لديهم استعداد لإعادة بعض الممتلكات، فعاد إلى صنعاء ليستقبله البخيتي ويحوله إلى انتصار إعلامي ضمن البروباغندا التي تنتهجها الجماعة لإقناع السكان في مناطق سيطرتها أن مصير كل خصومها العودة إليها. طيب أخيرا بالنسبة للمفاوضات بين السعودية والحوثيين، فيبدو أنها توقفت أو تأجلت إلى أجل غير معلوم. كان الناس يتوقعون أن تسير الأمور إلى الأمام بعد زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء، لكن هذا لم يحدث. الخلاف الذي يمنع تقدم عجلة المفاوضات يتعلق وفق مصادر صحفية بأمور لها علاقة بالمرتبات. اشترط الحوثيون صرف المرتبات لكل عناصرهم من المدنيين والعسكريين حسب كشوفات هذا العام. في المقابل، هكذا تقول المصادر الصحفية، تصر الشرعية ومن ورائها السعودية على كشوفات 2014. يبدو الآن أن السعودية أدارت ظهرها للحوثيين. هل يعني هذا عودة الطيران المسير؟ هل يعني أن يستهدف الحوثيون سعودية في الأيام القادمة؟ هذا يقول البعض أمر صعب. قد لا تكون الرياض على وفاق مع الحوثيين، لكن علاقتها بطهران هذه الأيام سمن على عسل. الحوثي يهدد ويصرخ، هذا صحيح، ولكن عمليا مفتاحه بيد إيران. يلا الحكومة، وفقا لوكالة الأناضول تقول الحكومة إن إيرادات ميناء الحديدة تكفي لسداد رواتب جميع الموظفين. هذا الكلام غير مهم. في سياق أصرت جماعة الحوثي على أن الرواتب يجب أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة. الجزئية ناقصة. المصدر حكومي قال لوكالة الأناضول، ماذا قال لها؟ إن المسألة تتعلق برغبة الحوثيين في تسليم التحالف للمرتبات في جميع مناطق اليمن بكشوفات هذا العام 2023. طيب عن حكاية التهديدات الحوثية، تقول الأخبار اللبنانية إن الضغوط الغربية تفشل المفاوضات، ويد أنصار الله، هكذا تقول الأخبار، على الزند. هذا يعني تهديد تنقله الأخبار من الحوثيين، إنه إذا لم تلبوا مطالب أو إذا لم تلبوا مطالبنا في صنعاء سنعود للتصعيد العسكري، وهذا أمر صعب كما قلنا قبل قليل. وانتهت الحلقة، ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم في الأسبوع القادم، يوم الأربعاء القادم بإذن الله، في أمان الله.